i uh -huh. الحمد لله الذي يقص علينا القصص الحق لنتحلى بالخير ونتحقق وصلى الله وسلم على عبده أكرم من بالصدق نطق وعلى آله وصحبه الذين هم إلى المكرمات نعم السبق وعلى آلهم وعلى أتباعهم بإحسان وعلى آباء المصطفى وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين وعلى ملائكة الله وصالح عباده أجمعين وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإننا في تأمل القصص الحق أتينا إلى ما قص الله علينا في شأن القوم الذين كان نوعية فسادهم في الأرض خروج عن الطبيعة وخروج عن الفطره التي فطر الله الناس عليها في قضاء الشهوات فيما يتعلق بجنس الانسان اذ خلق الله تبارك وتعالى الذكر والانثى وخلقنا من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل تركيب هذه الشهوة لحكم من أبرزها بقاء جنس الإنسان وتولدهم إلى حين آخر الزمان حين يأذن الله بالهلاك بالنفخ في الصور واختباراً للناس أين يذهبون بشهواتهم هذا أمام ما أحل وحرم جل جلاله وتعالى في علاه والناس في العالم كلهم يدركون أنه لو كان اتباع الشهوات بكلها على أي كيفية مجد أو, أو 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 كان ذلك مفسوحا ومفتوحا لفسدت الأرض ولفسد الناس فهم يوقنون بعد ذلك أنه لا بد من وضع حدود ووضع قيود ووضع قوانين تسن للناس ولذلك حتى في قضاء هذه الشهوات الخبيثة قد تجرم القوانين وإن كانت غير مسلمة اغتصاب الآخر و... وذلك أيضا هو بالنسبة للطرف الثاني ناتج عن قضاء شهوة لكنه لابد أن يراعي فيها حقا للآخر فقنن لذلك قانون فإذا كان ضبط الشهوات أيضا محتاج إلى صوارم من القوانين تمنع الإنسان ناس الانطلاق فيها فكيف بعد ذلك يوتى إلى ما كان فعله شذوذا وخروجا عن الخير وعن الصحه وعن الانسانيه وعن الكرامه وعن المصلحه كيف يعد اقتحام مثل ذلك داخل في حريه او في تحقيق اغراض الانسان على علاتها ان الامر يقتضي حسن نظر من كل عاقل ومن كل ذي لب ان شهواتنا المتنوعه لا يمكن أن يطلق لها الحرية وإنا لنشتهي كثيرا من الأموال فهل يحل لنا أن نأخذ أموال الغير وهل يحل لنا أن نهجم على الأماكن وهناك قوم يفعلون مثل ذلك ويدبرون ذلك تدبيرا ويخططون خططا لغلبة نفوسهم عليه. كذلك في شان الشهوات الجنسية لصرفها في موضعها الذي أحله الله تعالى وضبطها على ذلك فوائد ومنافع وحكم واعطاء حق هذه الشهوه مكانها وفائدتها ومقصودها على الوجه الجميل في عفه في ادب في طهر يسود المجتمعات جاءت به الشرائع اجمع فلم تبح شريعه قط زنا ولا لواطا من حين ان هبط ابونا ادم بهدى من الله الى الارض الى ان ختمت النبوه بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم تحل شريعه زنا ولا لواطا قط 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 فهي فواحش خبيثه محرمه لا تصلح للبشر اذا انتشرت بينهم انتشرت انواع الضر والفساد الجسماني والعقلي والنفساني والاجتماعي وهتك شان الاسر وسور استقرارها وسور انبساطها في عيشتها بالأنس والسرور والخير الذي يسود الموفقين بذلك رأينا النبي لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ورأينا الجواب من قومه اخرجوهم من قريتكم وهكذا نعلم أن هذا الإنسان عند انحرافه في, في عكس تحكيم العقل على الشهوة وتحكيم الهدى على الضلال وتحكيم منهج الله على مرادات الناس إذا عكس ذلك كيف في مختلف المواقف يتحول فاعل الخير والملتزم بالهدى إلى مستحق أن يغضب عليه وأن يبعد من بين الناس وأن يخرج وما ذلك كما قالوا لجزء لسيدنا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين المبعدين عن القرية أو المسفرين المبعدين أخرجوهم من قريتكم وقالوا على سبيل الاستهزاء إنهم أناس يتطهرون فانظر فلم يقدروا أن يصفوا الطهر إلا بالطهر هو طهر وما قالوا ناس يتجذرون ولا الناس يتوسخون كان الخروج الاخراج ينبغي ان يكون للمتجذرين وللمتوسخين اما المتطهرين فما حقهم ان يخرجوا وما قدروا ان يصفوا هذا الطهر الا بالطهر كيف يقولون ف... فان كانوا على سبيل الاستاذ يقولوا انهم ناس يتطهرون اي يرتفعون ويتسامون عن الفعلة الخبيثة التي اعتادوها من اتيان الادبار قال سبحانه وتعالى انهم ناس يتطهرون وهل حق المتطهر ان يخرج ام حق ذلك المتجذر ولكن تنعكس الموازين عند غلبه الشهوات والاهواء على بني ادم فليدرك الانسان رحم الله نفسا عرف نفسه وعرف قدر نفسه حتى يحسن ضبطها وتسييسها فيما هو خير لها يقول ان قالوا انهم ناس يتطهرون مستهزئين بسيدنا لوط الممتنع ومن امن معه من مثل بناته ومن مثل المؤمنين الذين امنوا معه عليهم سلام الله تعالى تطهروا عن تلك الفواحش يقول تبارك وتعالى واستمروا وتمادوا على ذلك وقد ياتينا في قصص الحق تفصيل بعد ذلك في مجيء الملائكه له وفي محاولتهم القرب منهم الى غير ذلك آه والخلاصه بعد ذلك انه نزل بهم العذاب الذي يستحقونه يقول تبارك وتعالى وامطرنا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين واهله يشمل بناته ويشمل يشمل بناته ويشمل ايضا المؤمنين معه فالمؤمنون القله الذين امنوا معه عليهم الرضوان مع بناته هم الذين نجوا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين الباقين في المنطقة الذين حلت عليهم مثلات ونزل بهم العذاب فأمره الله تبارك وتعالى أن يسري بأهله في الليل ويمضوا حيث يمرون فمضوا وسرى فبقيت تلك زوجته التي خانته في الإيمان وخانته في معاونة الكافرين به على اخبارهم بنزول الضيوف عنده اذا نزلوا بوضع علامه لذلك وامثال تلك من الخيانات السلوكيه التي لا تتعلق بالعرض فاعراض الانبياء اكرم من ان يجعل الله فيها ذلك السوء فما تكون من زوجه نبي عاهره ولا زانيه ابدا مهما كان الامر وانما كانت الخيانه خيانه كفر وخيانه تكذيب ومعاونه للكفار على بعض اعمالهم لا خيانة عرض يقول سبحانه وتعالى فأنجيناه أهله وهم المؤمنون به ومنهم بناته إلا امرأته زوجته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا من الحجارة من السجيل من النار وذلك بعد قلع قراهم وقد كانوا مئات الألوف وقد كانوا أربع قرى ويذكر أن في كل قرية مئة ألف فرفعوا نحو السماء بريشة من جناح سيدنا جبريل عليه السلام قلع تلك الديار والأرض بما فيها ورفعها حتى دنوا من السماء الدنيا وأمره الله سبحانه وتعالى أن يقلبها عليهم وأمطر عليهم الحجارة وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وفي سورة هود فجعلنا عاليها سفلها وامترنا عليها حجاره من سجيل مضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قال الله هذا الجزاء ليس بعيد عن الظالمين من عمل مثل هذا العمل فليس ببعيد ان نعاقبه بمثل هذا العقاب ومن هنا اخذ بعض اهل العلم في تحديد الحد لمن يعمل هذا العمل فثبت عليه ان يرمى من شاهق ويرمى بالحجاره تشبيها بما فعل الله بقوم لوط هؤلاء وكان راي سيدنا علي وجماعه ايضا من اهل العلم والفقه انه يرجم ان كان محصنا فحكمه حكم الزنا كما هو عند عدد من فقهاء الامه والخلاصه انه لا يقل في مذهب من المذاهب عقوبته الواجبه على من اقر بذلك او شوهد منه مشاهدة معتبرة لا يقل عن جريمة الزنا بل اثمه شديد عند الله والعياذ بالله تبارك وتعالى و واللعنة نازلة على اصحابه آآ فكذلك آآ كانت العاقبة لذلك هذه العاقبة الخطيرة والحقيقة فانظر كيف كان عاقبه المجرمين تدبر وتامل يا ايها المؤمن بي وبكتابي الذي انزلت على محمد فقصصت عليك هذه القصص انظر تامل العواقب تامل النتائج ولا ترضى بلذه لحظات توجب ندامات طويلات وعذاب وعذاب, وعذاب شديد لا يطاق وانواع من الاتعاب والاذايا والانكاد فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فالعاقل من ترك لذة لحظات لأخذ لذائذ الساعات الطويلات والأيام بل الدهور الدائمات ذلك هو العاقل بعينه لا من غلبت عليه شهوته فتعرض لغضب ربه الجبار جل جلاله وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وهكذا شان الفعل فعلها انها جريمه وهؤلاء القوم مجرمون بهذه الفعله الخبيثه التي عذبهم الله بها حتى لما سئل بعضهم وقيل عذب الله ايضا نسائهم معهم بفعل رجالهم قال لا ولكن الله اعظم من ذلك واكرم ولكن قد اكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال فالسحاق بين النساء زنا بينهن فتكتفي المراه ايضا باستخدامات الجنس مع اختها المراه والرجل مع الرجل فاهلك الله الجميع والعياذ بالله تبارك وتعالى فانظر كيف كان عجبه المجرمين حفظنا الله من كل اجرام وجعلنا ممن على الهدى استقام وثبتنا على ما يحب منا في كل اقدام واحجام واجعل هوانا تبعا لما جابه خير الانام والحمد لله رب العالمين شغف الذي بكلام ربي تاليا ومرتلا ومناجيا مولاه وسما به في قصص